أهلا بكم في أخبار الواحدة من يمن شباب، والبداية بأبرز العناوين. 10 شهداء والجرحى في اليوم 30 بعد 200 من العدوان الصهيوني على غزة. ارتفاع عدد شهداء جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا بنيران قوات الاحتلال. وتحذيرات حكومية من تسييس ميليشيا الحوثية الحجة والسطو على أموال الحجاج. أهلا مجددا، البداية من ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة، حيث تواصل قوات الكيان الصهيوني عدوانها على القطاع بقصف منازل المواطنين ونصف الأحياء السكنية في اليوم 30 بعد 200 من العدوان، مخلفة نحو 40 شهيدا. وقال مراسلنا إن عشرات الأهالي استشهدوا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار من زوارق الاحتلال على الصيادين في بحر القرارة وفي تل السلطان شمال غربي رفح، كما قصفت مسجدا ومدرسة في حي الدرج بمدينة غزة تؤوي نازحين، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدا. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق في شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقية مدينة رفح، كما أحرقت مراكز الإيواء التابعة للأنروا في شارع حمدان بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا، ودمرت مربعات سكنية في منطقة الإمام علي في شارع العجارمة. إلى ذلك، أعلنت جمعية العودة الصحية والمجتمعية أن قوات الاحتلال أفرغت مستشفى العودة التابع لها في تل الزعتر شمالي قطاع غزة من الطواقم الطبية، ودعتهم للتوجه لغرب غزة. وفي بيان لها أكدت الجمعية أن قوات الاحتلال تحتجز عددا من الكادر والمرضى بعد 4 أيام من حصار مستشفى العودة وسط قصف بالقذائف والرشاشات الثقيلة، وأفادت ببقاء 14 موظفا في مستشفى العودة بتل الزعتر برفقة 11 مصابا ومرافقتين لأطفال، حيث رفضوا الإخلاء إلا بحضور سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى. وكان المستشفى تعرض في شهر ديسمبر الماضي إلى حصار استمر لمدة 18 يوما، استشهد خلاله 3 من الطواقم الطبية في المستشفى من قبل قناصة الاحتلال، وتضررت القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى حد بعيد بسبب قصف طواقم المبيت. في الملف العسكري، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قنص 3 جنود إسرائيليين والإجهاز على 2 آخرين شمال وجنوبي قطاع غزة. وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا من قصف 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون شمالي القطاع، والإجهاز على جنديين آخرين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرقية مدينة رفح. وأكدت أن مقاتليها استهدفوا دبابة صهيونية من نوع مركافة بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيل، بالتزامن مع استهداف آليات أخرى في ذات الحي وبوابة صلاح الدين جنوبية مدينة رفح. في السياق، بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين جنوبية مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. بسم الله.
في الأراضي المحتلة. أفاد مراسل يمن شباب بارتفاع عدد شهداء مدينة جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا منذ يوم الثلاثاء في تواصل عدوان قوات الاحتلال. وقال مراسلنا إن الشاب مصطفى جبارين استشهد اليوم الخميس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه على جنين ومخيمها. وباستشهاد الشاب جبارين ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12 شهيدا بينهم 4 أطفال ومعلم وطبيب. يذكر أن العدد الإجمالي للشهداء في الضفة الغربية والقدس ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي. إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال قتلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية في مدينتي جنين وطول كرم خلال أسبوع واحد. وفي تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أشارت إلى استشهاد 489 فلسطينيا من بينهم 117 طفلا وإصابة أكثر من 5000 فلسطيني من بينهم نحو 790 طفلا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ولفت البيان إلى أن 472 شخصا استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية وعشرة على يد المستوطنين الصهاينة وسبعة لا يزالون من غير المعروف ما إذا كان الجناه جنودا إسرائيليين أم مستوطنين. في ملف التضامن الدولي مع فلسطين أعلنت كولومبيا أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية الواقعة بالضفة الغربية. وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس ميريلو للصحفيين إن الرئيس كوستافو بيترو الذي يعتبر الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة إبادة جماعية قال إنه أصدر تعليمات بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله في الضفة الغربية. وقطعت كولومبيا علاقاتها مع إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتنياهو بأنه مرتكب لإبادة جماعية. وجاء هذا الإعلان في اليوم عقب إعلان إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطينية بعد مرور أكثر من 7 أشهر على حرب الإبادة التي تقودها إسرائيل بدعم أمريكي في غزة. تشير الأوساط القانونية إلى أن استهداف قادة الاحتلال الإسرائيلي وإدراجهم على قائمة الملاحقة القانونية دوليا يتطابق مع المواثيق والقوانين الدولية لاقترافهم مجازر وجرائم إبادة بلغ عدد ضحاياها من المدنيين أكثر من 120 ألف قتيل وجريح وارتكابهم جرائم أخرى تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. غضب في إسرائيل على وقع تحرك غير متوقع في محكمة الجنايات الدولية، تحرك بدا منصفا من جهة ومنحازا من جهة أخرى. هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا من قبل مدعي عام الجنائية الدولية عن تقديم طلب رسمي لاستصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع في حكومة إسرائيل أقوى حليف للولايات المتحدة الأمريكية. مدعي عام المحكمة كريم خان قال إن مكتبه قدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال أثارت هلعا ورعبا في إسرائيل فيما رحبت القوى الفلسطينية بالتحرك لإصدار مذكرة توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه واعتقالهما واستنكرت في الوقت نفسه مساواة الضحية بالجلاد في إشارة إلى ضم أسماء 3 من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالبة بإلغاء أي مذكرات توقيف بحق قادة مقاومة مشروعة كون استهدافها مخالفا للمواثيق والقرارات الأممية. تشير الأوساط القانونية إلى أن استهداف قادة الاحتلال الإسرائيلي وإدراجهم على قائمة الملاحقة القانونية دوليا يتطابق مع المواثيق والقوانين الدولية لاقترافهم جرائم إبادة بلغ عدد ضحاياها من المدنيين أكثر من 120 ألف قتيل وجريح وارتكابهم جرائم أخرى تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويرى المراقبون أنه على الرغم من الخطوة الموفقة والمتأخرة لإدانة نتنياهو وغالانت وإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقهم إنصافا لضحايا الفلسطينيين، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدا في البيان الصادر عنه منحازا في مساواته بين قادة الاحتلال وقادة المقاومة المشروعة، ومتحاملا على المقاومة الفلسطينية التي تكافح للاستقلال ضد عدو محتل، وهو حق مشروع لكافة الشعوب التي تتعرض للاحتلال الخارجي. في اليمن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس التصدي لأربعة طائرات دون طيار في مناطق سيطرة الحوثيين. وفي تحديث مقتضب بمنصة إكس، أكدت قوات القيادة المركزية الأمريكية التصدي لأربعة طائرات دون طيار، وقالت إن هذه الطائرات كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتقول الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية. وفي الشأن اليمني أيضا، أعلنت قوات الجيش الوطني أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف في ظل التصعيد الحوثي في عدد من الجبهات. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مجنحة أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في قطاع حويشيان شمال شرقي مدينة الحزم. ونشر المركز صورا في أثناء إسقاط الطائرة وألسنة اللهب تتصاعد من المكان الذي سقطت فيه. ضمن انتهاكاتها المستمرة، أغلقت ميليشيا الحوثية الإرهابية عددا من المحال التجارية في محافظة دمار بهدف فرض جبايات جديدة. وذكر مصدر محلي أن الميليشيا التي تسيطر على مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الزراعة بالمحافظة أغلقت عددا من تجار المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية وتجار مواد البناء بمزاعم عدم التزامهم بلوائح فرضتها عليهم، وهي ذرائع وحجج واهية لابتزازهم ماليا. وأوضح أن حملة الإغلاق جاءت نتيجة رفض التجار دفع جبايات جديدة فرضتها الميليشيا لدعم وإقامة فعاليات صرختهم الخمينية، فلجأت الميليشيا إلى الادعاء بأن تلك المحال مخالفة ولم تلتزم باللوائح. إلى ذلك، نبشت عصابة آثار حوثية مقبرة أثرية في محافظة دمار الخاضعة لسيطرة الميليشيا بحثا عن كنوز وقطع أثرية تعود إلى مئات السنين. مصادر محلية قالت إن العصابة دمرت مقبرة أثرية في منطقة الخزجة بجرف المعفادة في أحد جبال الحلة بمديرية جهران، وأخرجت المومياوات وعبثت بها بنثر الهياكل العظمية. وتتعرض المقابر والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية في المناطق الخاضعة للميليشيا لاعتداءات وعمليات نبش وحفر عشوائي عن الكنوز والآثار الحميرية القديمة بغرض بيعها وتهريبها إلى الخارج. حذر وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة ميليشيا الحوثية الإرهابية من تسييس فريضة الحج والسطو على أموال الحجاج واختطاف وإخفاء موظفي المنشآت المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال شبيبة إن الميليشيا تواصل ممارساتها التعسفية ضد الحجاج القاصدين بيت الله الحرام، وتقوم بفرض إجراءات عبثية وافتعال العراقيل بهدف ابتزاز وكالات الحج والعمرة ونهب أموال الحجاج، وهو ما قد يؤدي إلى حرمانهم من أداء شعيرة الحج. وأشار إلى أن الميليشيا أقدمت على عرقلة توريد رسوم الطيران الخاصة بالحجاج القادمين عبر مطار صنعاء والسعي لحجزها والسطو عليها، كما قامت باختطاف وإخفاء بعض موظفي منشآت الحج المعتمدة بحسب وكالة سبأ. جددت منظمة العفو الدولية دعوتها قوات الانتقالي في عدن للإفراج عن الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجونها منذ أغسطس 2022. وأفاد مكتب المنظمة في الخليج واليمن أن أحد أفراد أسرة الصحفي ماهر المعتقل تعسفيا أفاد أنه ستعقد جلسة استماع في قضيته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن يوم 28 من مايو الجاري. وأكدت المنظمة أن الصحفي ماهر دخل في إضرابات متقطعة عن الطعام منذ ديسمبر الماضي للمطالبة بمحاكمة عادلة
حيث تعرض للتعذيب بشدة، وجرى حرمانه من حقه في الدفاع والاتصال بمحام من اختياره، وفي افتراض البراءة وعدم تجريم نفسه. رسخت الأغنية اليمنية الوحدة في أذهان وعقول اليمنيين، وجعلت منها أيقونة تلهج بها الألسنة وتتغنى بها الأرواح، وقبلة تهواها الأفئدة. هذه هي الأغنية اليمنية، كافح روادها في سبيل الوطن ووحدته. أمي أم اليمن، ليست مجرد كلمات تصاغ ولحن يعزف، بقدر ما كانت وما زالت الأغنية اليمنية الوطنية عاملا قويا ومؤثرا في صياغة وجدان الإنسان اليمني وإثارة مشاعره وأحاسيسه الوطنية وتعزيز انتمائه، متجاوزة كل الحدود والتخندقات السياسية والحواجز المصطنعة. يستحيل أن يمر صوت أبو بكر الشجي على اليمني المتشبع بحب البلاد في أقاصي الجغرافيا وهو يترنم باليمن. أنت الحضارة، أنت المنارة، أنت الحضارة، أنت المنارة، أنت الأصل والفصل والروح والفن. من من يشبهك؟ من انت الحضارة، انت المنارة، انت الأصل والفصل والروح والفن. دون أن يقف أمام هذه الرائعة الوطنية طروبا شجيا، ودون أن يسابق من بجواره في ترديد أبياتها، يا أصل قحطان، يا نسل عدنان، عيني على كل من حلت قليب اليمن. يا أصل قحطان، يا نسل عدنان، يا أصل قحطان، يا نسل عدنان، عيني على كل من حلت قليب اليمن. حبي لها. كما لم يحدث أيضا أن لامس صوت كرامة مرسال أذن يمنيا في أقاصي أريافها البعيدة وهو يزدو برائعته العذبة. حبي لها رغم الظروف القاسية، رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن. دون أن تشتعل روحه حبا وهياما باليمن الكبير من أقصاه إلى أقصاه. إن عشت فيها رجل عاني وإن غابت عنها قمنا حني وحدة وبالوحدة. ويلتقي صوت عبد الرحمن الحداد القادم من قلب حضرموت وحده بالوحدة لنا النصر مضمون مع صوت أيوب طارش من ريف تعز، أيا وحدة الشعب حلم السنين ويا قبلة الحب للعاشقين، لتشكل مزيجا فنيا فريدا وحالة وطنية خالدة تعجز سنون الطوال عن محو تأثيرها على قلوب اليمنيين ومشاعرهم. قبل سنوات طويلة وضعت الحدود السياسية التي قسمت تراب اليمن الكبير، إلا أنها لم تستطع تمزيق اللحن والأغنية والكلمة والتراث والعادات والتقاليد والفن، وما تركته للأجيال المتعاقبة على هذه الأرض من حضارات وتاريخ وثقافة وتنوع وارتباط بوحدة الوطن وهويته. الوحدة، الوحدة، الوحدة اليمنية. ومع ذكرى الوحدة اليمنية التي تتجدد كل عام في 22 من مايو المجيد في ظل حرب وشتات ومساع حثيثة لتشطير البلاد وإذكاء روح المناطقية النتنة، تحضر الأغنية والفن الوطني كرسالة عظيمة تعيد تذكير اليمنيين بالوحدة كمكسب وطني، وتحيي في قلوبهم وضمائرهم صلة الأرض والجغرافيا والتاريخ.
تترجم ذلك أمل قعدل وأحمد بن أحمد قاسم وهما يغردان: الوحدة اليمنية يا شعبي أغلى انتصار. الوحدة اليمنية يا شعبي شمس النهار، وإن غاب عن أحد كل هذا الإرث الفني الوطني لن ينجو من تلك القشعريرة الوطنية أمام نشيد الوطن الكبير. وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة. يا نشيدا رائعا يملأ نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة. انتهت النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عشرة الشهداء والجرحى في اليوم 30 بعد 200 من العدوان الصهيوني على غزة. ارتفع عدد شهداء جنين ومخيمة إلى 12 شهيدا بنيران قوات الاحتلال. وتحذيرات حكومية من تسييس ميليشيا الحوثية الحجة والسطو على أموال الحجاج. في الختام نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.